موجين ونسمع نتائجكم تكون كتير كتير كويسة. جولدن إن شاء الله الأسبوع هذا إيش بصير فترة امتحانات وضغط لجماعة فيوتشر، راح نحكي مع الإداريين اللي موجودين عندنا عشان نرتب الأمور إن شاء الله، وإحنا بندور على مصلحتكم ومصلحة الأهالي، أهم حاجة العلمية، أهاليكم بدوروا على العلم طبعا، وإن شاء الله ربنا بكرمكم ونشوفكم على المراتب إن شاء الله.